شكرا سيدي الرئيس. أشكر وكالة الأمين العام دي كارلو والمفوض سامي ترك على إحاطتهما. كان العام الماضي مسرحا لعنف متواصل ومروع في كل المنطقة. لقد عانى المدنيون من حجم هائل على طرفي الخط الأزرق. إن التفجيرات في لبنان هذا الأسبوع وضربات الضربة الإسرائيلية في جنوب بيروت اليوم كان آخر حلقة في دوامة عنف فتاكة، ونحن منشغلون أمام الضحايا المدنيين بسبب هذه الحوادث. إن الأطفال بينهم أدوا لجزع كبير بيننا. نعرب عن خالص تعازينا لعائلات المدنيين الذين قتلوا. قال وزير خارجية ذلك بصراحة في الليلة الماضية: نحن بحاجة لوقف إطلاق نار على الطرفين. نحن نعمل بلا كلل مع حلفائنا للتهدئة ولإنهاء هذه الدوامة. نريد تنفيذ خطة سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 1701 يمكن الإسرائيليين واللبنانيين من العودة لديارهم والعيش في الأمن والسلام. نحن مستعدون لأداء دورنا في أي عملية دبلوماسية تفضي لهذه النتيجة. السيد الرئيس، بمنتهى الوضوح شن حزب الله هجوما بلا استفزاز على إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين واجهت إسرائيل وابلا من صواريخ حزب الله. نحن عازمون في دعمنا لحق إسرائيل الدفاع عن مواطنيها ضد تلك التهديدات، ولكن في هذا السياق لابد من احترام القانون الإنساني الدولي بشكل كامل في كل ما يتخذ من إجراءات بغية تلافي الضحايا بين المدنيين. إن عدوان حزب الله اللبناني وراءه إيران ومواصلة زعزعة استقرارها للشرق الأوسط بما في ذلك من خلال الدعم للشركاء والوكلاء. إن إمدادات إيران بالأسلحة المتقدمة في انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن لا يؤدي سوى لتمديد معاناة الشعب اللبناني. وإذا يواصل حزب الله وإيران تقويضهما مستقبل لبنان، فإن المملكة المتحدة تقدم دعما ملموسا لتعزيز استقرار وأمن هذا البلد. هذا يضم تمويل وتدريب القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي، بالإضافة للمساعدة الإنسانية للمجتمعات المستضعفة بما في ذلك في جنوب لبنان. سيد الرئيس، آن الأوان التصرف بهدوء والتركيز بشكل عاجل على وقف إطلاق نار لخلق مجال للمفاوضات. شكرا. أشكر